هل حقيقي اللي بيقوله أفخاي أدراعي ولا فبركة؟ ده السؤال، أو خلينا نقول الهجوم. الهجوم اللي حصل على المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفخاي أدراعي. الموضوع إن أفخاي نشر على منصة إكس صور وفيديوهات لقيام عناصر الجيش الإسرائيلي بالحصول على بنادق كلاشينكوف وأنواع ذخائر مختلفة، وكمان كاميرات وأموال. طب كل ده فين؟ كل ده داخل الصفوف الدراسية للجامعة الإسلامية بخان يونس. وقال في تغريدته إن عناصر الجيش وجدت بنية تحتية تبع الحماس هناك. مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي شككوا طبعاً في الفيديو وسألوا ليه كل شيء عليه غبار إلا الأسلحة الموجودة نظيفة، وباين كأنه تمت إضافتها في وقت لاحق. قانون السوشيال ميديا الجديد، خلي بالك من كل حاجة بتنشرها، التفاصيل اللي انت مش واخد بالك منها رواد السوشيال ميديا هيلاحظوها. زي مثلا عبد الله اللي معانا في اول تويت على منصة اكس على وقال واضح ان شنطة الكلاشينكوف جديدة، حتى كذب مش بتعرفه تكذبه. اما تويت اخرى من علياء اللي قالت، طبعا هي كانت بتضحك يعني، وعلقت على موضوع الاتربة على الاسلحة وقالت اضرب اضرب الرمل كتير. واخيرا اياد اللي لخص الموضوع في تعليق وقال كل المكاتب عليها غبار، سواء الطاولة أو الكراسي أو الدولاب أو حتى الأرضية، إلا الأسلحة ما عليها ذرة غبرة، شغلكم أي كلام بس قوية.